المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم نبراس للإبداع والديكور. اليوم بإذن الله كما قلت لكم رانا مواصلين في مشروعنا اللي هو تعريف بحراير توغرت بالبنات والنساء الشاطرات القفزات اللي عندهم مشاريع وأشغال يدوية وحرف وكذلك حوايج ياسر يبدعوا فيها ان شاء الله. شفنا المره اللي فاتت مع اختنا حرقوس توتا، اليوم باذن الله رايحين نروحوا لاختنا المبدعه المتالقه منال المعروفه بارشي ارشي بارلاج، يعني ان شاء الله متاكده يعني راكم الكثير الكثير حتى اللي ما يعرفهاش شخصيا راهو شاف الاعمال نتاعها في الفيس. اليوم لقائنا معاها رايحين نتعرفوا عليها وراح تعطيكم اهم النقاط على هذا المشروع او على هذا الحرفه، حرفه الطرز بالحجر او كما نقولوا البيرلاج. نبداو باذن الله مع اختنا منال. اهلا ورجعنا لكم احبتي بعد ما شفنا البدايه تاع الفيديو. رايحين نعرفوا باختي منال، ماذا بينا تعرفينا بنفسك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. السلام اخت اسماء. وعليكم السلام. منال معروفه بارشي بيرلاج، متزوجه وام لطفله، نسكن في تيكوت ما شاء الله بحي الحريه على السوق. الله يبارك. وهذا ما خيار الناس. بالنسبة للمشروع هذا تاع البارلاج تاعك، وش هي هو عارفين به يعني كيفاش حتى جاء هذا المشروع ولا؟ شوفي أسماء، البارلاج هو حرفة قديمة، يعني كانوا قبل النساء يخدموا بأدوات بسيطة. في الوقت الحالي طورنا فيه. الله يبارك. وخرجنا بحلة جديدة توالم العصر نتاعنا، بحيث ولا العقاش حر والأحجار حرة بأشكال وألوان مبهرة ومختلفة. الله يبارك. وبدعنا فيه برسومات عصرية ما شاء الله. وخدمنا فيه بأقمشة ثمينة. أيه. وانا نعتمد في خدمتي على افكاري ورسوماتي الخاصه، يعني الله يبارك. وهذا الشيء اللي خلى خدمتي تنال اعجاب الناس، ولله الحمد. اكيد اكيد. ولقيت فيه اقبال كبير يعني. الحمد لله الحمد لله. والحمد لله. والتوفيق من ربي سبحانه وتعالى. اي سبحانه سبحانه. يعني بالنسبه للمشروع هذا ولا اللي حبت تطرز، وش هي اهم الادوات اللي تستخدمهم كي تطرز في الطرز هذا؟ شوفي أسماء، أهم الأدوات يعني اللي باينة الرسمية باينة، يعني الخيط والإبرة. أي هذه يعني ما يمشيش بلا بيها. وباينة كي يعني الأحجار والعقاش والسمسم وهذوك الحوايج، يعني يعتمدوا على أفكارك أنت وش حابة تخدمي وش حابة تطلعي لغوب ودنيا. وبالنسبة للرسم كاين يعني ناس ترسم بالطباشير، وكاين ناس يعني ترسم بالديكال، كاين كل واحد وش يحب يعني. أيه. كل واحد وش يحب يعتمد. كيما انا مثلا نرسم بالطباشير يخرج عليا بالمليح، نخليها تصير يعني. حتى قولي حتى في المسيح ساهل اي ما يتعبش في كل انواع الاقمشه، يعني يسهل لي كلش يعني، ما الرسمه توضح لي بالمليح. أيه. اوكي هذا بالنسبه للمبتدئين. وتتطور اكيد راح تستعملي الكولا باش تمثل لك الخدمه. الكولا يعني واعره، مش اي واحد يجي يستعملها يعني، لانه يعني كنت تشيلك شويه القماش خسرتي القماش، لازمك تعاودي من جديد يعني لازمك تتمكني ساعه باش تبدي تستعمليه، يعني بالدرجه تبدي بالابره والخيط ساعه من بعد هذا ما كان تطوري لحاجه اخرى. هذا ما كان. هي بارك الله. وزيد حاجه يعني القرقاف، اللي يحب يستعمل القرقاف يستعملوا، انا عن نفسي من درلوش الحق ما نقدرش نستعمل يعني. ايه ما ولفتيش بيه. ما ولفتش عليه وما خرجش عليا. ايه خلاص. ايه. هما ساعات يقول لك يوقف الخدمة ولا منش عارف. لا اللي يوقف الخدمة الفينيسي الحمد لله. أنا الحمد لله. الحمد لله. ايه برضه يعطيك الصحة. هنايا يعني اكيد كما نعرفوا اي مشروع واي وحدة تخدم البرلاج ولا اي عندها مشروع اكيد عندها صعوبات، وش هي اهم الصعوبات ولا الحاجة اللي قلقاتك في هذا المشروع ولا؟
شوفي أسماء، خدمتي كل صعوبات في صعوبات. هي صحيح ما كانش حاجة بالسهلة، يعني ما كانش حاجة بالسهلة. والخدمة هذه بالذات يعني تحب الجهد، تحب الوقت، تحب التركيز، تحب العينين، تحب الله الله شفتي. تحب كلش يعني. ايه يعني وش نقول لك، اول حاجه في الصعوبات هذه ان المحلات هنا في تقرد يتعدوا على الاصابع. ايه يبيعوا هذه الحجاره ولا الحوايج. ايه دي فوا نحصل نشري مثلا كونتيتي نخدم بها هذيك لغب، من بعد ما تكفينيش. ايه نشري بالجمله يعني. ايه احسن بعد ما تكفينيش، هي هذه المشكل، جمله وما تكفيش. نجي نحوس على هذاك الحجره اللي كيفها ما نلقاش. الله قلت كونت يعني ما تلقيش بعد ما كانش تاع ما تحوسي ما والو. تاع نعاود نفتح لغاب من جديد. ايه نحى هذاك الحجر اللي لصقت مكان من جديد ونعاود لغاب انت بحجره وحده اخرى. يعني هذه من الصعوبات اللي واجهها في الخدمه تاعي ياسر يعني. لا 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 واش نزيدك ثاني، وغلاء الاسعار اكيد مادام قلتي زوج ولا ثلاث حوانت هنا معنى اكيد راح نركز عليها. يعني ايه اي وحده راهي تتابع في الفيديو نتاعي غلاء الاسعار ما نحكي لكمش في في الحجره. يعني فور اكزامبل الحجره اعطيهم فكره على الاسعار باش على الاقل ما تجيش وحده هذه 3000. ايه شتي ما نحكي لكش يعني. ايه لا لا احكي لهم باش يعرفوا باللي يلقوا حجره واحده ب 3000 ومن بعد تخدمي لها تقول قندوره كامل من بعد تقول لك غاليه وهي الحجره الواحده معمره. يعني 3000 هذه هي المشكله اللي راني نعاني منها، انه تخدمي لها العروض تقول لك ديري لي هنا وهنا. بعد تخدمي لها على غلط تقول لك انا غاليه وانا ما قلتلكش خدمي لي كامل العصيم هذه ما لا واش عاد ندير لي تجي نقول لها عطيني اللي تقدري عليه هذاك نخدم القيس. هذه هي المشكله، مش انا ما نوقع معك في مشكله ما نوقعوا في سوء تفاهم يعني. اكيد نكونوا في زوج متفاهمين على حاجه صحيحه من الاول وخلاص. زيد ثاني الوقت. الوقت الوقت لازمني نوض بكري، لازمني يعني لازم تكوني متقيدة يعني. ايه متقيدة بالوقت نتاعك، يعني لازمك تكوني عارفة المرأة متزوجة لازمك ترتبي الدار، لازمك عندك طفلة تانية لازمك تنظميها. لازم هذا الوقت يعني عندي صعيب ياسر يعني. جري الله يبارك عاد عندي الحمد لله. الوقت هو لازم اللي عنده حصرني. صح صح تنظيم وقت قضية. تنظيم وقت يعني ما كانش صعوبات يعني. هذو اللي باينين يعني تقريبا. هو السؤال اللي كنت راح نسأله لك تاع كيفاش تنظمي وقتك بما انك ربت بيت وما بين الدار والطرز ولهذا انك كي جاوبتيني عليه شويه. والله شوفي الخدمة هذه اخي تشد وقت كبير ياسر. تاع وحدة متفرغة. ايه هاني قلت لك لازمني نوض بكري، ننظم بيتي، نطيب يعني بنتي. اولويات الدار كامل هي الاولى باش نقدر نتفرغ يعني للعمل هذا. ايه والحمد لله هذه يعني مع الاعانة الزوجية يعني. الحمد لله اكيد والشكر موصول ليه يعني. اكيد والله لازم يكون نظام في الوقت هذا ما كان. ايه نظام الوقت هو اللي وما نخرجش ياسر. ايه هذه النقطة اللي اللي خلتني نقول لي نخدم. نخرج غير عند الضرورة ونخرج باش نشري سلعتي اللي باينة وهكاك باش نروح للديار ونقعد نقصر. هذه كان عندي هذه شي نتفرغ الخدمة. الحمد يعني لله يعني. مليح مليح وهذا ما كان. ايه مليح. درك بالنسبة لأي وحدة تحب تخدم هكا وشي هي أهم الأقمشة اللي تخدمي بهم يعني، ولا خدمتي في القماشات كل؟ شوفي أنا نفسي خدمت في القماشات كامل، ما عنديش مشكل أني مع أي قماش. في أي قماش؟ لأن البيزلين هو يوقف لي كل شيء يعني. ما عندي مشكل بصح كي يجيني الكليون تاعي ننصحها هاد القماش قال ما يعيشلكش مثلا كيما نقولو حنا البيزو بيزو هذاك الخفيف السرطة الخفيف فيزكوز البروكار ثاني هذاك الخفيف كي شفتي تزنجر لي فيزكوز ما نخدمش فيه اصلا. خدمت في المليفه صح يعني ماذا بك هي خدمه مليحه ماذا بك تخدميها في في قماش في قماشات يكونوا ملاح. انا وهنا بالنسبه للخدمه نتاعك يعني تتعاملي غير هنا في تقرت ولا طورتي المشروع نتاعك يعني بعثتي لهكا ولا ولايات ولا؟ الحمد لله لك يا ربي عدو قصدني من كل الولايات نتاع الوطن. الله يبارك ما شاء الله. يعني وكل الولايات تقريبا تعاملت معاهم يعني. الله تعاملت يبارك مع الوقت تعاملت مع ورقلة غردايه تعاملت مع تمن راس تعاملت مع
زاير سطيف ياسر ياسر يا الله يبارك يعطيك الصحه ما شاء الله. يعني طورت المشروع نتاعي عاد ولي تدي حاجتها يعني تديها ويا راضي عليها الحمد لله فرحانين وحاجتهم تجيهم قيس قيس والحمد لله الحمد لله. هذيك هي الفرحه الكبيره كي تدي الزبونه حاجتها. انا فرحتي كامل تكمل في الزبون تاعي كي يجي لا غوب نتاعو ولا حاجه وتعجبوا تعجبوا الحاجه هذيك هي والله غير سبحان الله هذيك هي اكبر فرحه سبحان الله. ربي يعينك ان شاء الله. كما قلنا كي تجيك مثلا اي وحده زبونه وتقول لك انصحيني بكتان نخدم به وش هو احسن كتان من بين كتات اللي خدمتي به؟ تيكي شفتي قلتي لي قداش كتان خدمتي به بصح كي تجيك وحده وتنصحيها يعني كتان مليح بعد. شوفي انا مؤخرا عاد نخدم بالساعة تاع ياسر عاد يعجبني يعني لما خدمته الخدمه تخرج طف شيعة وشبعة كما قلت نحكي لكش يعني وكاين ساتا وانواع يختلف يعني عندي زوز ديما ننصح الزبونات يعني انهم يجيبوه لي عندي زوز انواع تاع ساتا ساتا دوكاري ساتا ايطالي هادو زوز اللي نخدم بهم ياسر يعني بعد عندي البروكار نخدم بالبروكار الغالي هذاك تاع 100000 متر يعني الاخر ما ننصحش به يعني مش من جربتوش خدمت فيه انا نخدمه هو يتحلي في ما من الخدمه ما تجيش مطفونه فيه ما حتى تبيع دراهمك تدفي على راسك على حاجه صحيحه نخسر انا في الكتان ليسونسيال حاجه تعيش لي كما يقولوا. خدمت في القطيفه باين موسم الشتاء يعني لازم القطيفه لازم القطيفه اكيد. وفاش خدمت ثاني خدمت في البيزو كريستال خدمت فيه ياسر ثاني اسم هادو الاقمشه اللي باينه يعني خدمت فيها بكثره ودركا راهم يجيبوا لي في الكراب يعجبني ثاني ما شاء الله عاد نخدم فيه يعني ربي يبارك يعني مليح. اللي جاي ان شاء الله راني نحط لكم قنادر بلي كراب ولا اخر تعرفوا ان شاء الله باذن الله تخرج الخدمه فيه ان شاء الله. تقريبا هذو هما اهم الاسئله راح نسالو لك دركا. عطينا عنوانك الشخصي اللي حبت تجي تخدم عندك ولا اللي حبت تعرف الفيس تاعك الجروب تاعك عطينا العناوين تاعك. العنوان تاعي حي الحريه عسو ورا لا فارماسي بدا الفيسبوك تاعي ارشي بيرلاج يعني هاو باين هي رايحين ان شاء الله تلقوه في الصور في بدايه الفيديو ارشي بيرلاج. عندي جروب نحط فيه الموديل تاوعي تاني بيرلاج مودرن شيمانال. عندي الانستغرام تاعي بيرلاج ترانت مانال ان شاء الله كامل الروابط هادو راح نحطهم لكم في صندوق الوصف نتاع الفيديو وراح تلقوهم غير تدخلوا للفيديو تلقوهم في صندوق الوصف باش ديروها. ربي يوفقك ان شاء الله. هذا يعني بالنسبه للقائنا مع اختي منال ربي يوفقها ان شاء الله وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو دعمونا بآرائكم ودعمونا بمشاركاتكم وأفكاركم كذلك وإن شاء الله كامل تكونوا استفدتوا. كما قلت لكم ما تنسوش دائما دائما تدعمونا بالاشتراك وبالإعجاب وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله في الملتقى مع أخت مبدعة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.